شيخ عندنا شغله يمك وما حد يقدر يحلها ويفهمنا اياها غيرك. وصلت. شيخنا الدانت من واثق 5,400,000 قال لي ترجع لي اياها خلال 10 أشهر وكل شهر تعطيني زايد 100,000. زين. واذا ترجعها بنص المده تعطيني كل شهر 50,000 وتيها علي هسه انا ما اعرف قد اطيش قد اخذ مني. تنطي كل شهر 340,000. وإذا نويت تنطيه إياه بنص المدة تنطيه كل شهر 350,000. ما شاء الله عليك شيخ، عقلك يجي بالتاهي. أكو شي بعد؟ والنعم منك، بس عمي شيخ رايدك. هذا محمد خلي يروح لبيتهم عنده مشكلة. شلون عرفت شيخ؟ تعب الشغل يبين بالجسم، بس تعب الروح يبين بالوجه. هنيالك على هاي الفطنة شيخ، هو صدق عنده مشكلة ويا اخوانه، بس ان شاء الله تفض. ان شاء الله. يلا مشكور شيخنا. شيخنا رعد عنده شغلة وياك. هلا برعد. السلام عليكم. عليكم السلام. رايد مساعدتك. قول. جتنا المدارس وسارة بترد أدخلها للمدرسة ومحتاج 100,000 مساعدة منك. تعال السنت تجي وتدلل. ليش السنت تجي؟ بنتك إن ولدت 20/4/2014 يعني عمرها 5 سنوات بعدها ما مستحقة مدرسة. شلون؟ وانا ما اتذكرش وقت المولدة. لا تتصور اكو سالفة بيها الرقم ما اتذكرها. يعني هسه ما لقيت غير شيخ خزان تضحك علي. يلا انا ترخص الوالد بالمضيف رايدني. مرخوص شيخ مرخوص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوك وين بوي؟ خابرت جاي. هذا راح يجي متاكد؟ ما اعتقد هذا العار راح يجي. بوي انت تعرف بالطلبه اللي صارت قبل شهر والجماعه جايين هسه وياهم كبير فخذهم يردون يشوفون ايش راح نسوي. انا قلت لهم من رخصتك الشيخ. تفضل. انت مو كبيرهم. يا عم لا عم لا سوي لك يا ابو عينك يا عم لا تسوي لك يا ابو عينك شو يا ابو مو كبيرهم وين انت يا شيء شيء شيخ بقول لك انت شيخ هسه هذا اللي متمت بالحكي شلون اللي بهي السالفه بدي وينك يا شيخ عفا عليك على كيفك ابوي خليه يكمل هذا اللي متمت بالحكي ما كذب مثلك انت ماجرينك وجايبينك لا عمي عمي اسمع جيبوا كبيركم وتعالوا على راسي ابو علي انا كبيرهم انا كبيرهم شيء ما قصدك على كيفكم خليه يكمل عدد لي اسمك السابع جد اسمي سابع جد ايه حاضر اسم ال ايه انا سالم زاي الصيوان محمد جاسم بسك بسك انت مو منهم انت من بني جارد ما عفا عليك شيخ احكي يا شيخ هسه عفوكم من الرجال صدق هو مو من عندنا صديق وجاي يساعدنا لعد انا ما اتفاهم وياكم جيبوا كبيركم وتعالوا حتى كل من يتحمل نتيجة كلامه وهلا بيكم حتى تعرف اللي ما
متمت ما يكذب. بسم الله الرحمن. قواك الله حج. هلا ولدي هلا استريح. استريح ابوي. وين شنت؟ موجود يمك حجي. رايدني؟ اي ابوي. رايدك بموضوع مهم. عد عيناك ابوي اقول. ابوي غسان. انت الى متى تظل بدون زواج؟ انت ابني كبير والعزوبيه مو زينه. ان شاء الله الشيخ ان شاء الله عن قريب. اقول لك ابوي غسان، انت كل ما افتح وياك هذا الموضوع وتقول لي عن قريب ان شاء الله وتيهني، شنو موضوعك احكي لي. احكي لي اكو شيء؟ بوي انا احب وحده وياي بالكليه، بس شلون اروح واقلها انا احبك؟ اربع سنوات ما قدرت اقلها صباح الخير. لا حول ولا قوه الا بالله. وبقت وياي سنتين بالماجستير وهم ما قدرت. وليدي انت رجال دارس ومتعلم ومثقف، يعني انا علمك يا ابوي اكتب لها مكتوب. جاء قضيها مكاتب يا ابوي. وليدي انت ابني كبير، يعني انت الشيخ اذا انا متت. بسم الله ابوي. هسان عندي موضوع واريدك تحكي لي الصدق. قول ابوي شدك. انت اكثر من مره تحكي بالموت، اكو شيء انت ضام علي؟ لا ابويا ما ضام عليك شيء. لا ابويا اكو. انت كل ما تروح للطبيب ما تاخذني، ومن اسئلك ما ادري ايش تقول وما تجاوبني. هسه تركنا من هذا الموضوع، انا ارد اقول لك على شغله بس. لك انت ما تستحي، يعني طبيت ما سلمت؟ امنت بالله النوب تليفونك كله دق ورقص لك، شو وقت تقول عيب؟ حيل هاي كلها دا تربيني؟ طبعا الناس تقول علي ما متربي، اذا نصيحه صار لك بيها نص ساعه. طيح الله حظك، ولك ما حد مسود وجهي قدام العالم غيرك انت. هذا اخوك كمل دراسه وكمل ماجستير بالقانون وراح يخش على الدكتوراه، وانت ليه هسه متوسطه ما طلعت من عندها. وش يفيد القانون يابا اذا ترافع عن واحد يظل وياه يومين؟ اسكت. ولك على الاقل هذا اخوك اخلاقه كل العشيره تحكي بيها، وانت يوميا جاي مصيبه من عشيره من ورا البنات اللي تقمز وراهن 24 ساعه. اوه قابل ما اذيكم ما اذي روحي. ولك شلون ما مأذينا؟ ولك غير انت واحد من عندنا، ولك هذا اخوك صح عنده مشكله بلسانه بس عقله يوزنك انت وعشرين واحد مثلك. يا ابا غسان قلبه رجيج ما يخوف. اقول له امشي ندق بيت يقول لا نحلها بالعقل. هسه لا يدق بيت لا يدق ويرقص. يا ابا ترى غسان يبركس العشيره ما يرفعها. اطلع ولك اطلع برا ما اريد اشوفك. اطلع اطلع. زين ما طردني غسان، كان الباكر يلا انطردت.
اطلع. هذا شلون اذا انا متي تدبرها وياه؟ هم جيب الطار الموت كافي يا شيخ. ابوي غسان اوفني شويه ارد امدد وانام، صدري مشتعله بي نار. اخ ابوي قلب مقبوض ما يهل اعوفك وحدك. خليني ارد ارتاح ابوي، ارد ارتاح بس عدل لي المخده ابوي. يلا براحتك. يا رب. أخوتي والنعم منكم، وإحنا اليوم قاعدين هنا حتى نخلي شيخ مكان الشيخ أبو غسان الله يرحمه. الله يرحمه. وأنتم مثل ما تعرفون هو عنده هالاثنين وليدات كلهم خير وبركة، غسان وعمي. والنعم منهم. عمي أنا أقول اللي عنده ولد مثل غسان يعني ما مات، لأن ماكو بحكمته وبعقله. عمي ما رخصتك، غسان الزينات البي ما شفناهن بحد. من رخصة عمامي، غسان والنعم منه، ثقافة وعلم وأخلاق وهيبة، وما شاء الله شايلهن كلهن، وهاي مو جديدة عليه، هذا تربات أبوه الشيخ الله يرحمه بهذا اليوم وكل يوم. العشيرة تحتاج عقل، والعقل يم غسان هو اللي يدلينا على الطريق الصحيح، بس وقت المقابل والمزامط احنا نحتاج اللسان اللي يخلي الزلم توقف وتجفل. غسان اخونا وهيبتنا ورفعت راسنا، وهو اللي راح يدلينا على الطريق الصحيح. بس لا تزعلون مني اخوتي، لا تزعلون مني، الطريق الصحيح يا راد لسان صحيح. فأنا اشوف اخوتي وولد عمي من رخصتكم، يعني احنا بعد ما سولفنا وسمعنا كل واحد حكي العدة، انا اشوف امير يصير هو شيخ العشيره. والله والنعم من عنده، والنعم من عند شيخ امير. خير عليك ابوي، مبروك عليك الشيخ، مبروك شيخنا. نعم والله عمي، نعم من عدة ترباب دوار عمامنا وما تقصرون. شاف وليدنا، وليدنا من عنده وليده جاهزين وحشيره وحشيره. الله يبارك فيك ويحفظك وليدي، هاي مسؤولية ترى لا تتحملها، وعينك على عمامك وخوتك. بيقدر تبحلق بالقاف شبه مشوار بالدا.
عندك رقم دعامية قديمة؟ لا لا مش وردك. تيشيرتي عندك رقم وردة شنو تختل وراها؟ لا لا مو تيشيرتك. لا يا أخي شكلك مال لاحوق مو الموظف. هسه بديت احترمك مع العلم شكلك مو محترم. اي نعم انا لاحوق. يعني تعترف؟ اي حبي اعترف ب 10,000. يلا هاي شنو تطلب رشوه؟ وبالعلني لك وينك موظف يسوي هيك؟ احنا اتفقنا انا مو موظف، انا واحد لاحوق. من يشوفني موظف ذاك الوقت استغرب، واللاحوق كل شيء توقع من عده. واذا ما انطيتك ال 10,000 شو تريد تسوي؟ هنا راح اخليك تصير لاحوق وتفتر من دائره لدائره. الامر يلا معقولة يعني ماكو واحد شريف؟ يا أخي شقد تحاول تصير شريف؟ الشرف يتعب. هل تعتبر المعاملة خلصت؟ لا هذا القسط الأول. القسط الأول شنو؟ معنا اتفقنا أنا مو موظف أنا لاحوق، واللاحوق شنو؟ كل شيء توقع منه. أنا أخذ على المعاملة 50,000 بس راح قسطها عليك، تروح توقعها من دائرتك وتجيني ورا أسبوع. شقد شريف؟ الشرف يتعب. أنا لاحوق لو موظف؟ طبعا موظف. لا عاد اعطينا 10,000. فهمتك انت، اذا موظف تطلب 10,000 من جوا لي جوا، واذا لاحوق تطلب علني. بديت احترمك ولو بشكلك مو محترم. هسه شنو الاجراء؟ روح اسال المراجع اللي قبلك وسوي نفسه بالضبط. سمعتك تقول له جيب توقيع دائرتك وتعال بعد اسبوع. انا ايش قلت له؟ غلط، المفروض اجيب تأييد مجلس بلدي. بس يلا من يجي مرتلق اقول له انت صدق تحكي؟ شوف معاملتي انا مو يومها جايه. هسه تجيب توقيع دائرتك وبعدين نتفاهم. اكيد؟ ما ادري. انتظر وراك، يجوز اغير رايي بمعاملتك. عادي عادي باو علي هيك، انا واحد لاحوق. الا اشتكي عليك والله. ها انا اسف. تعال تعال. شفت ما تمشون الا بالعين الحمراء. اكو ابو تاكسي بباب الدائره، خاف ما عندك سياره، روح له قول له اريد اشتكي على اموري، هو راح يوديك. هو اصلا عايش علي، وانا يوم اتقاسم الاجره بالليل. شلون ناس الشغل عالم؟ السلام عليكم. أنا موظف. موظف وأحسن موظف، وإذا المعاملة مالتي تكلف 50,000 هاي 60,000 وهذا 1,000 مات شاي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل استريح أموري. الأخ حافظ مبعوث النزاهة الدائرة. رحم الله والديك أستاذ. هم زين جيت، أنا واحد فاسد، أنا واحد مرتجي. وين أكو واحد يحكي عن نفسه بهالطريقة؟ إيه أنا أطلب هواي شغلات من المراجعين وأشتلهم. وش تطلب منهم؟ يعني مثلاً إذا المعاملة مالتهم تطول دقيقة، استاذ انا اقول لهم انتظروا دقيقه ونص. استاذ انا مجرم، انا استحق القتل استاذ. مو يا معود خوفتني عبالي صدق انت فاسد. انا هذا طبعي. عمي طرحت انت تخوف انه بخاف اروح اشرب استكان شاي وروح يبلغ علي. شوف اقول لك، تجي الساعه 8 تطلع الساعه 3، ماكو لا شاي لا جقاير، تليفونك تخليه بالاستعلامات، حالك حال اي مراجع. شنو هاي؟ انه هو دي يراقبني، ادري العاد شكو دزون لي هنا وقال له اكو فساد. ومن باشر دوامك يمي. واستاذ هاي الخمس دقائق اللي تاخرتها هنا راح تخليني اتاخرها 10 دقائق بنهايه الدوام. شكرا. استاذ حافظ صار لك شهر يمني، ان شاء الله مرتاح. توب توب ما غشك. السلام عليكم. قلت لي تعال ورا اسبوع، جيتك ورا شهر، ممكن تخلص المعامله اذا انت شريف. الشرف يراد له تعب.
انا ما ابي حيل باوع عليك. اذا راح تظل تلوس بالحكي وتجيني منه وتوديني منه هسه اشتكي يم هذا المراقب ومو بعيد يذبك بالسجن. يمه خوفتني بعيد شلون ترجع بعد قشمر اعطيني 15000 خل اكمل لك المعامله مالتك. لك انت متوب مو جايبي لك مراقب لا وفوقها مزيدها للتسعيره. ادري مو كانت 10 ليش 15؟ مو 10 الي وخمسه الاستاذ حافظ ابو النزاهه. اه حلو، يعني الموظف ياخذ رشوه والمراقب اللي جاي يبيع الموظف هم ياخذ رشوه. لا ربحني. مر لي بعد شهر شريف الشرف يتعب. السلام عليكم حبيب قلبي. طبعا اللي حوق اللي بداخلي كلش كلش يشكرك لان اشتكيت عم الجماعه وجبت هذا الرجال المسكين حتى يستفاد. يلا ورق 15000 والمعامله. يعني لو ما مشتكين هواي احسن. وهذا احسن توقيع من اسرع اللي حوق. وبطريقك سلم على عمك حافظ. الله يقويك. الاساتذة جايين حتى يشوفون خافك ابوك مو بس ترى غرفتي كلش صغيره ما تكفي ثلاثه. الاخوان جايين من جهه عليا كلش وراح ياخذون غرفه خاصه بيهم داخل الدائره حتى وين ما يصير فساد يعالجوه. يعني مثل ما تعرف اموري الشكاوي كثرت. تفضلوا يا يعني. حكايتي احكيها مره واحده ما بيها حيل عيدي. كل واحد يعطيني 30000 ويمر لي ورا شهر. زين ليش 30000؟ مو كانت 10؟ اي 10 الي وخمسه الاستاذ حافظ. هسه هاي ال 15 افتهمناها، ال 15 الثانيه على شنو؟ هم جابوا لنا ثلاث مراقبين كل واحد على خمسه هاي 15. حبابين عافيه عافيه بالاولاد. شوف اذا ما اوصل اعلى ناس بالدوله والا خليهم يسووا لك حد. من تروح اخذ من اك على الواهز. الله يخليك استاذ اموري. أنا واحد لاحوق وأنت موظف محترم وأنا ما مقدر قيمتك كنت، بس إذا ممكن بلا زحمة عليك تقدر تخلص المعامل اليوم؟ قهرتوني أنا شبيدي؟ أعطوني 50000 وأنا خادم. طيب مو كانت 30000؟ شو أسوي؟ الدولة خلت هاي الكاميرا لازمها واحد موظف فتقنا خينا. هاي شغلة زينة خلوا كاميرات. أنا هم قلت هيك. أنت قلبك طيب مثلي. بس طلع الولد قناقينه مو مال نزاهة. قناقينه مال فلوس. ما يقبل أقل من 20000. لا أنا ما أدفع بعد ولا فلس. روح اشتكي. بلكي تجيبون واحد ثاني. وتصير 60-70 ما ندري. أبو التاكسي منتظركم جوا. استاذ ترى ما يصير هالشكل، كل يوميه مزيدين التسعيره شويه من ورا المراقبين اللي جايبيهم. عمي خلي يرجعون على قبيل هواي احسن. كنا ندفع 10000 ومقابلين هسه خلونا ندفع 100000 رجعونا على اموره هواي احسن. ودول المراقبين كلهم طلعوهم لان دول زيدوا المصيبه ما حلوها. الله يذكرك بالخير حافظ. كان مالي علي الغرفه شو وقت ما حكي جاي قلب بالتليفون. وهسه شلونك اموري؟
بخير ما دام الفساد بخير. تدلل وكل شيء راح يرجع مثل قبل. يعني ترجع 10,000؟ بالضبط. 5,000 لك و5,000 لي. لا حوق مو بيدك. ولا حوق كل شيء توقع من عديك. تصدر العراق عام 2017 الدول الأكثر فساداً في العالم، ويليه فنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان. وأظهر التقرير العالمي نفسه إن الدول الأقل فساداً في العالم هي نيوزيلندا ثم الدنمارك، تليها فنلندا والنرويج وسويسرا. هالحكي هاي الدول هم كلهم عراقيين، ليش بيها الفساد قليل؟ ها مو العراقي إذا شاف قانون راح يمشي عدل. صدرت أوامر استقدام في حق 32 وزير أو بدرجة وزير، تسجلت بحقهم 44 دعوة قضائية. البعض منهم كان خارج العراق ويحملون جنسيات لدول أوروبية وأمريكية. مرة هيئة النزاهة نشرت تقرير سنوي ومن قريناه لقيناه مليان بلاوي. ممرضة ماخذة 25,000 من واحد بمستشفى الولادة لين إجاه ولد، ومعقب ماخذ رشوة بدائرة الجنسية بوحدة من المحافظات. ذني القويات عود لأن السالفة كان بيها قضايا الفاسدين ماخذين خردة. ويقولون والعهد على القائل اللي هو من عرفه أصلا إنه أكو دوائر هي تكافح الفساد، بس حتى تتعين بهاي الدوائر لازم تدفع رشوة. أعيدها لو استوعبتوها زين، إذا ما عدتها أحلف لكم لو تصدقوني.